بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين الجديده وبرنامجكم الملعب على شاشتكم سي بي سي 2. النهارده الموضوعات فيها جدا جدا، وارجو ان انتم تكونوا متفاعلين معانا في هذه القضيه، لان احنا الحقيقه قلبنا وجعنا قوي من ماساه الراحل. بعد ما اتكلم وبعد ما اتكلم بدات الناس تتحرك، انتقل الى رحمة الله، وده الحقيقة امر اسر اغضب الكثيرين، ويبدو ان في ناس اتحركت عايزة تضع حل المأساة ومعاناة كل المصريين بصفة عامة وقدامى اللاعبين بصفة خاصة. وبالتالي اتصور انه بالتأكيد يعني لازم يكون في وقفة وفي تحرك الفترة المقبلة. ايضا عندنا النهارده قرار للنيابه، وعندنا النهارده لجنه الانديه كانت بتقول ايه، ويبدو ان عندنا حلقه ساخنه والاوضاع ساخنه دائما وابدا في مصر دائما. عنواننا الاول هو انتخابات ساخنه، ليست انتخابات اتحاد الكوره اللي بنبقى متعودين عليها كل 4 سنوات، ولكنها انتخابات لجنه الانديه. لجنه الانديه بعد ما هيتغير تشكيلها الفتره المقبله، وده طبيعي ومنطقي لانه نزلت انديه درجه ثانيه، وفي انديه صعدت، وفي انديه بتنسحب من اللجنه، وفي انديه بتكمل في اللجنه. وبالتالي كان هناك اجتماع اليوم للجنه الانديه في الاتحاد المصري لكره القدم، وهناك انتخابات قريبه جدا. من سيترشح؟ واضح انه في انتخابات ساخنه، ومعانا اكثر من تقرير من هناك، لكنه قد يعود المستشار مرتضى منصور رشح نفسه، قد نفاجأ بترشح المهندس محمود طاهر رئيسا للجنة، ممكن المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولة العرب، ممكن مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، ممكن الكابتن حسن فريد من الاتحاد المصري لكرة القدم، ممكن مهندس ماجد نجاتي من نادي انبي. وبالتالي الموضوع ده محتاج توافق وهدوء وبالراحة كده لحد ما نصل الى لجنة ان شاء الله تكون معبرة عن كل الاندية. العنوان الثاني هو الاكثر سخونة. بعود من جديد الى قضية بورسعيد. وليه بعود الى قضية بورسعيد؟ لانه بعد المرافعات اللي شفناها في محاكمة القرن زي ما بيقولوا، وبعد التفنيد، وانتوا عارفين انا رأيي واضح، انا شايف ان هم ما قتلوش، وجهة نظر ان هم ما قتلوش، هم عندهم قضايا اخرى ممكن يحاكموا عليها، لكن هذه القضايا بالتحديد وجهة نظر الشخصية انه الناس دي ما قتلتش ولا اصدرت امر بالقتل ولا قتلوا واحد بس، ده وجهة نظر الشخصية. ومن مرافعات المحكمة، من المرافعات اللي في المحكمة، ومن كلام المتهمين انفسهم بدأت تتضح امور كثيرة جدا، وبالتالي الناس بدأ فكرها يروح في اتجاه تاني، في اتجاه ثورة ثورة محدش يقدر يتكلم فيها، في ناس اخطأت، في ناس اخطأت، في ناس عندها فساد سياسي، في ناس عندها فساد سياسي، لكن انت بتتكلم في قضية قتل المتظاهرين. قناعاتي انا الشخصية، قناعاتي الشخصية ان الناس دي ما قتلتش، قناعاتي الشخصية، ده في ميدان التحرير. القاضي لا، ده كلامه وقراره، وان يا رب يدي براءة او يدي اعدام، دي ماليش علاقة، بس انا بقول لكم انا على حسب ما شفت بهدوء بتروي المرة دي لا، الدنيا مختلفة. طب عايزين نشوف بهدوء وبتروي موضوع استاد بورسعيد، لازم نشوفه تاني بهدوء وبتروي بالراحه كده، لانه هنطلع النهارده حاجات كتيره جدا، وهنكشف المستور في قضايا كثيره جدا، او في احداث كثيره جدا كانت في موضوع بورسعيد. خليكم معانا لانه الحلقه مهمه، والكلام هيكون مهم، هيكون 1 2 3 4، وهنستمع الى كل الاراء. العنوان الثالث هو العوده الحزينه لبعثه النادي الاهلي من زامبيا. يعني كان في نوع من انواع الزعل، الغضب، الضيق، لانه النادي الاهلي بقاله فتره ما خسرش افريقيا،
والمنافس كان منافس على قد حاله اللي هو نكانا ريد ديفلز زامبيا. ومع ذلك الاهلي كان التعادل يخلصنا من الليله. كمان النهارده نادي النجم الساحلي مشى دراجان المدير الفني الصربي وجايب غالبا كابتن فوزي البنزرتي، وده اسم كبير جدا وليه حظ على الانديه المصريه. وزي ما قلنا لكم الاهلي يتعادل يعدي، يفوز يعدي، يخسر يطلع بره، يعني ما عندناش حسابات ثالثه. فبالتالي بقينا واقفين على اطراف اصابعنا خصوصا بعد هزيمة الزمالك بالامس ووضعوا لي البطولة الافريقية. العنوان الرابع هو قضية تانية، يعني النهاردة عندنا اكتر من قضية. وزي ما احنا معودينكم دول الاتنين الحقيقة اللي شايلين على كتافهم قصة جمعية قدامة اللاعبين الرياضيين اللي هو عبد المنعم الحاج والكابتن محمود ابو رجيلة، لهم دور كبير جدا الحقيقة. النهاردة انا واخد العنوان صرخة الملعب، لانه الحقيقة الامر تجاوز كل الحدود، والاسماء للاعبين القدامة منهم اسماء حتى ما بنقولهاش بقت كتيرة جدا جدا جدا، والوضع بقى صعب جدا جدا جدا. واخيرا قضية الكابتن رضا عبد المولى فجرت ده. فهنتكلم بصراحة النهاردة وبوضوح شديد جدا جدا ازاي نقدر ندعم هذه الجمعية، بلاش ندعم الجمعية، ازاي نقدر نقف جنب اخواتنا، جنب كابتننا، جنب ناس متعونا. وانا مش عايز اقول اسماء لان لو قلت اسماء هتصابوا بالصدمة، اسماء كبيرة جدا مجرد ما بيصلهم 300 جنيه بيبقوا في غاية السعادة وغاية الفرحة. 300 جنيه في الشهر بنوصل لهم كرتونة رمضان مثلا بيبقوا مش مصدقين. فالامر الحقيقة يا جماعة محتاج ان انتوا بقلب مفتوح كده تسمعوا اللي احنا هنقوله، لانه كلام هيخاطب العقول وهيخاطب القلوب، هيخاطب الوجدان. خليكم معانا لانه واضح ان الحلقة سخنة، واضح ان القضايا مهمة جدا. ده استعدادا لقضية الجمعة، لان الجمعة كمان هيبقى عندنا قضية مهمة جدا بقول لكم عليها من دلوقتي. قصة ان الرياضة امن قومي، يعني ايه الرياضة امن قومي؟ هو كلامه خلاص ولا على ارض الواقع ده عايزين ننفذه ونطبقه؟ حلقه الجمعه بتكون شامله جامعه فيها كل حاجه. حلقه الجمعه الحقيقه تبقى شكل مختلف خالص على اللي انتم بتشوفوه. حلقه الجمعه هيكون فيها يعني احداث وقضايا وموضوعات وصحافه ومواقع ويعني حاجات كتيره جدا بنغطيها، وبتنقسم الى عده اجزاء. يمكن حلقه هنا بتنقسم لعده اجزاء، لكن حلقه الجمعه مع الحقيقه اللي بيتعمل فيها، مع المجهود اللي بيتعمل على مدار الاسبوع، ان شاء الله عز وجل كل نفسكم فيها هيكون موجود سواء يومين او يوم الجمعه، كلها محاولات الاجتهاد ونرجو ان ننجح فيها باذن الله عز وجل. خلينا نروح للنشره بصوت الزميل تامر جابر، وبعد النشره ارجع معاكم لكل التفاصيل. نادي الترسانة ووزارة الرياضة يقيمان حفل تأبين للشهيد عامر عبد المقصود اليوم. اتحاد الكرة يختار رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم. إثيوبيا تحدد موعدا جديدا لمواجهة منتخب مصر وديا أحد يومي 26 أو 28 أغسطس الجاري. أبو تريكا يلجأ لسفير مصر في إسبانيا لقضاء فترة معايشة في برشلونة أو ريال مدريد. الأهلي يعود للقاهرة بعد الخسارة من نكانا ويبدأ الاستعداد للنجم الساحلي التونسي الأربعاء. علاء عبد الصادق يؤكد أن الأهلي خسر من نكانا الزامبي في الكونفدرالية بضربة جزاء غير صحيحة. رمضان صبحي ويوسف أوباما ينضمان لمنتخب الشباب استعدادا لمباراة الكونغو في تصفيات أمم 2015. حافلة موظفي الزمالك تتعرض للاعتداء من مجهولين أثناء العودة من الإسكندرية بعد خسارة الزمالك من فيتا كلوب. الزمالك يبحث عن مباراة ودية لتجهيز الصفقات الجديدة لمباراة الهلال السوداني. حسام حسن يطالب إدارة الزمالك بحسم التعاقد مع سيسي. محمد إبراهيم ينتظر جلسة الرحيل من الزمالك للاحتراف في البرتغال. مرتضى منصور يجتمع بالشؤون القانونية للرد على شكاوى عبد الواحد السيد ودومينيك. وزير الشباب يلتقي 400 طالب وطالبة بمعهد إعداد القاضة بحلوان. عمر جمال يشكو لإسماعيلي في الجبلاية بسبب مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 1.5 مليون جنيها. الجونة يخوض 9 مباريات ودية بمعسكر الإسكندرية. نادي المرج والطائرات يطلبان الصعود لدوري المظاليم كأفضل ثواني. منتخب مصر للسومو يحصل على لقب بطولة بولندا الدولية. المدرب المصري محمد عبد العظيم عظيمة يستقيل من تدريب الفيصلي الأردني. السفير اللبنانية تؤكد اقتراب عمرو زكي من التوقيع لنادي العهد يوم الخميس المقبل. محمد صلاح يشارك في 35 دقيقة في فوز تشيلسي الودي على فرينك فاروزي المجري بهدفين لهدف.
بنفيكا يفوز على ريو أفي بحضور أحمد حسن كوكا ويحصد السوبر البرتغالي. رود كرول وفوز البنزرتي أبرز المرشحين لقيادة النجم قبل مواجهة الأهلي في الكونفدرالية. اتحاد العاصمة ووفاق سطيف يفتتحان الدوري الجزائري في السبت المقبل. وفاق سطيف الجزائري يصعد مع الصفاقسي التونسي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الترجي. إيبولا يهدد مباراة السودان ونيجيريا في التصفيات الإفريقية. أندرلخت ينفرد بصدارة الدوري البلجيكي بعد الفوز على رويال بهدف نظيف. الحارس نوير يؤكد أحقيته في الحصول على لقب قائد المنتخب الألماني. ديوكوفيتش يواصل تربعه على عرش التصنيف العالمي للتنس. نجم التنس الإسباني نادال يخضع لفحوصات طبية الثلاثاء للتأكد من تعافيه من إصابة المعصم. رادفانسكا تهزم فينوس ويليامز وتفوز ببطولة مونتريال للتنس. الرئيس الروسي بوتين يحضر بطولة السامبا للملاكمة في سوتشي بصحبة رئيسي أرمينيا وأذربيجان. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. النهاردة القضايا كتيرة جدا، واضح ان احنا مرزقين، يعني كنا بصراحة خايفين من قصة الاربع ساعات وهنغطيهم ازاي، طلعنا بنخلص الاربع ساعات والقضايا ما بتخلص، بنخلص طبعا من المجهود في الاخر كلنا انا وفريق العمل، لكنه في النهاية بنبقى مبسوطين انه على الاقل يعني بنحاول نحطكم في الصورة وماذا يحدث في الساحة سواء السياسية او الرياضية او الاجتماعية. النهاردة في المحكمة محاكمة القرن زي ما كانوا بيقولوا او زي ما بيقولوا او زي ما زال بيطلق عليها حتى الان، وقف اللواء اسماعيل الشاعر، وقف محامي الاستاذ علي الجمل، وامبارح كان سيادة اللواء عدلي فايد وسيادة اللواء حسن عبد الرحمن، وقبليه كان سيادة اللواء حبيب العدلي، ويوم الاربع ان شاء الله هيكون الختام بالرئيس الاسبق الرئيس حسني مبارك ونجلاء الاستاذ جمال والاستاذ علاء مبارك، وخلاص يصدر الستار تماما على هذه القضية وننتظر حكم المحكمة العادل باذن الله عز وجل. الحقيقة واضح انه بتبقى شطارة من الدفاع، المتهم طبعا لازم يدافع عن نفسه ويموت نفسه عشان يثبت براءته، خاصة اذا كان بريء بالفعل، لكن واضح ان الدفاع اشتغل، يعني في ايه شطارة كده، بتلاقي ايه محامي شاطر، لعيب شاطر، مهندس شاطر، دكتور شاطر، ميكانيكي شاطر، يعني دايما كده انت حضرتك بتروح للاشطر. يعني النهاردة استاذ علي الجمل فجر شوية مفاجآت، هي مش مفاجآت ولكنها حاجات الناس ما كانتش شايفها. يعني مثلا من المشاهد العجيبة جدا انه المجمع العلمي بيتحرق واحدة ست بتزغرط مثلا، او عسكري مضروب علقة وواحد ماسك البريه بتاعه وحطه على دماغه وحطت الكوفية الفلسطينية على رقبته، او مثلا عساكر بينزلوا عربية امن مركزي وناس بيدخلوهم بيولعوا فيهم، او ناس بترمي مولوتوف، او ناس بترمي نار، او والحقيقة كان عنده من حسن الاعداد انه جاب صور وجاب لقطات كثيرة جدا تثبت يعني ايه وجهة نظره، او تؤيد او تؤكد على وجهة نظره. انا قلت انا موقفي واضح جدا انه قناعاتي الشخصية اللي قلتها وانا واقف، اللي قلتها امبارح وقلتها اول وبقولها النهاردة هقولها بعد بكرة كمان، انه الناس دي ما قتلتش، لانه ببساطة شديدة جدا الشرطة ما كانتش موجودة في الميدان يوم 28 الساعة 5، فخلاص القصة انتهت اتحسمت يعني، بل ان الناس دي مجني عليها في القضية دي، الناس دي مجني عليها لان الناس راحت هجمت اقسام الشرطة، واحد جاي يدخل على بيتك، وبرضو قلت الكلام ده من زمان طبعا، اعمل ايه، ما لازم اتصدى، دافع طبعا، ادافع عن بيتي ايا كان، سرقوا السلاح، حرقوا المحاكم، حرقوا الاقسام، حرقوا مديريات الامن، ولعوا في عربيات الشرطة، ولعوا في عربيات الامن المركزي، دي مش ثورة، الثورة الشباب النقي الطاهر الجميل اللي كان في الميدان او في الميادين، دول الثورة، تقوليش غير كده، كل دول حرامية وبلطجية، والغريب ان منهم في ناس اعتبروهم شهداء للاسف الشديد، برضو مش مهم، مش قضيتي، لكن قضيتي ان الراجل لما طلع الصور دي، وقبل كده على مدى اكتر من ساعتين ثلاثة في المحكمة لما عرض فيديوهات، بدأت الناس تهز دماغها، ناس كمان في القضية دي كان مثلا واحد زي وائل غنيم ده اول ما يطلع في التلفزيون الناس كلها تقعد مشدوها كده قدامه عايزة تتفرج على وائل غنيم، وائل غنيم شهيد
الراجل اللي كان معصوب عينيه وقعد 12 ساعه وعيط وقام جري ومنى الشاذلي قامت جريت وراه وحدوته ورجعت جابته ورجع قعد يعيط ومصر كلها قعدت تعيط وبعدين عملوا الصفحه ودخل عليها نص مليون. فبقى ايه راي عام بيتعمل. لكنه يعني بعد فتره لازم الحقيقه بتبان، لازم الامور بتتضح او كل واحد بتبقى لديه وجهه نظر يقولها. في هذا التوقيت وائل غنيم ومن معه كانوا يملكون كل وسائل الاعلام بلا استثناء. ولما كنت مثلا اطلع اقول الاستاذ جمال مبارك كنت تقول له استاذ، ايوه استاذ جمال مبارك، او اللي هو حبيب انت بتقول له ده سفاح قاتل، يا جماعه حاكمه وحاسبه قولوا ده اعملوا اللي انتوا، لكنه كده بالشكل ده لا ما ينفعش، لا ممنوع. الحرامي اللي معاه 150 مليار، السفاح اللي قتل مش عارف ايه، اللي عمل سخره ايه، ما تعرفش تتكلم حتى. يعني احنا كنا بنمشي في الشارع مستخبيين كده من نظرات الناس. شويه بشويه بشويه بتبدا الحقائق تتضح، بتبدا تبان. لا هو في ايه؟ وصحيح هو الزحمه دي محتاجه قناصه؟ طب ما هو الضرب في وسط الميدان ده، ما انت تقتل اي واحد تغزه بمطوه كده في جنبه ولا تضربه بمسدس زي الشيخ عفت مثلا لما اتضرب في ظهره ده، وبرضه قالوا الشرطه ما كانش فيه ولا شرطه ولا ضابط جيش ولا حد خالص في الميدان خالص خالص، وبرضه الحق القصه دي والحدوته دي. فبرضه في كلام منطقي. انا ما بتكلمش على الفساد السياسي، ده موضوع تاني، تزوير انتخابات، معامله سيئه، كل ده كان موجود، ونظام لابد الا يعود من الاخر، لا هم ولا الاخوان، دي قصه ودي قصه، دي قصه ودي قصه. لانه كمان النهارده الاستاذ علي الجمل قال كلمه، ما قال لك دول ناس مدمنين حرائق، وجاب بقى قصه الملتوف وجاب قصه الولعه وجاب قصه النار وجاب قصه الحرايق. الحقيقه كان موفقا بشده في دفاعاته. ده خلاني اربط من جديد. طب ده كان بيتعمل ليه؟ عشان مبارك يمشي. طب مبارك مشي، بعد ما مبارك مشي جه المجلس العسكري، فبدات الناس في مصر بطبيعتها بتحب الجيش. يعني ايه يقول لك ايه دايما كده، يقول لك ربنا يخلينا الجيش، حتى لو ايه حتى ابنه يروح يتعب في الجيش يقول لك ربنا يخلينا الجيش. فالناس عندها ارتباط وجداني بالجيش، حاسه انه البلد. النهارده استاذ فهمي هودي قال لك احنا ما عندناش خطوره من بره خالص. ايه فين الخطوره اللي من بره؟ يعني لا شايف سوريا ولا شايف ليبيا ولا شايف السودان ولا شايف اليمن ولا شايف الحدود مع فلسطين ولا مع اسرائيل. قال لك لا لا ما عندناش ده، احنا الصراع عندنا من جوانا، اصل احنا مش عارف ايه قصته كده. الحقيقه الراجل يعني، ويعني الحقيقه انا كنت بقرا له مقالاته زمان، والحقيقه بقول له استاذ ابراهيم معلم كفايه بصراحه، يعني كل يوم سم مكتوب منقوع، كل يوم الحقيقه في الصفحه الاخيره في الشروق، كل يوم سم منقوع محطوط في الصفحه الاخيره في الشروق. الحقيقه يعني تهييج بشكل رهيب جدا، والراجل لا يرى المصريين الا خونه والا عملاء والا جبناء حقيقه يعني مش مهم. لكن وانا بتابع ده بدات كمان انا احسبها. طيب الناس دي كانت قصتها مبارك ونظام مبارك مش، فجه المجلس العسكري زي ما قلت لكم، الناس في مصر بطبيعتها بتحب الجيش، احنا بنحب الجيش طبيعتنا، حاسين انه حمينا، انه مأمننا، انه مهما حصلت من ظروف او من مشاكل او من ازمات تلاقيه موجود. الازمات اللي حصلت قبل كده في مصر على مر السنين، الجيش لما نزل مثلا سنه 86 كانت طولة الامم الافريقيه، لما حصلت احداث الامن المركزي كانوا بيتعاملوا مع الناس بحب شديد. المرات اللي نزل فيها الجيش في حظر تجول او في حاله طوارئ تعاملوا مع الناس بحب شديد جدا، فتحس ان في وجدان. الحقيقه الشرطه يمكن شويه، ودي كمان جايه من حاجه غريبه جدا في الفلسفه هتستغربوا لها. انت الضابط بتقول له يا فندم، يعني حتى الرئيس السيسي لما يجي يكلمني يقول لك افندم افندم افندم، اي حد في الجيش كده. الشرطه تقول له يا بيه او يا باشا، صح؟ يقول لك روح لمحمد بيه، او لما يبقى لواء يقول لك روح لسعاده الباشا. ده في الشرطه على فكره، يعني ده انا ما بخترعش حاجه يعني. فيمكن من هنا تحس انه في طبقات، يعني ايه، او ان في تفرقه عكس الجيش، تحس انه صاحبك او اخوك او قاعد جنبك. عشان كده نفسي كلمة بيه وباشا تتلغي، تبقى كابتن مثلا ماشي، تبقى السيد فلان، تبقى باسمه سيادة اللواء او سيادة العميد او سيادة المقدم او سيادة النقيب او سيادة الملازم، وده قمة الاحترام يعني. لكن كلمة محمد بيه وسعيد بيه وجرجس بيه ويوسف باشا وتوفيق باشا عاملة طبيعي جدا ما بين الناس وما بين الشرطة،
حتة جاب احسبوها بس وشوفوا اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. الفلسفة دي لا فيلسوف ولا نايل بستين نيلة، بس انا بقول ايه اللي بحس بيه يعني. فانت ما تحسش فرق بينك وبين رجل الجيش سواء كان وزير الدفاع او جندي مجند في القوات المسلحة، ورغم الخدمات اللي بتقدمها الشرطة للامانة لكنه في تحس ان في طبقة، لانه الثورة لما جت قالت لك لغت البهوية ولغت البشوية، الا في الشرطة ما زالت البهوية موجودة وما زالت البشوية موجودة. لما انا تابعت ده قلت لا، طب قصة المجلس العسكري دي، ما هم الناس بعد ما خلصوا على مبارك قال لك عايزين نخلص على المجلس العسكري. طب نخلص على المجلس العسكري ازاي؟ نجحوا تماما في المخطط ضد الشرطة، والناس كرهت الشرطة تمام التمام لو تفتكروا، بقى في عداء يا عيني ما بين الشرطة وما بين الناس، رغم ان الشرطة فعلا بتخدم الناس. اه في عناصر مخطئة زي ما في الدكتورة وزي ما في الهندسة وزي ما في الزراعة وزي ما في الجامعة وزي ما في التدريس في كل حاجة، لكنه هو قدر بنجاح شديد جدا انه يعمل لك الازمة مع رجال الشرطة. وبالتالي جالنا وقت كان يا عيني الضباط بيخلعوا الرواتب بتاعتهم وما يمشوش في عربيات الشرطة، والناس تجري عربيات الشرطة تكسرها لانه سياسة قطيع بقى كله يلا الدنيا ايه الليلة على مين يا ابني النهاردة على الشرطة. لما خلصوا ده ولما بدأ المجلس العسكري، المجلس العسكري بدأ الحقيقة يشتغل بشكل جيد، وفي يوم من الايام سينصف التاريخ المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وباقي رجالهم الحقيقة في وقت صعب جدا 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 تولوا قيادة البلد في اصعب في اصعب في اصعب الاوقات. فكانت القصة كيف نقضي على العلاقة الطيبة بين الشارع وبين الشعب وبين المجلس العسكري او بين القوات المسلحة، ترضي عليها مباشرة كده ما ينفعش ما ينفعش، فتفضل تعمل مخططات تفضل تعمل مخططات لحد ما واحد منهم يلضم معاك وينجح. ما الشغل بيبقى كده، حاجة مثلا في ميدان التحرير ما القوات المسلحة ما بتجرجرش، طب اعمل حاجة في محافظة السويس القوات المسلحة ما بتجرجرش، طب اعمل حاجة فين ما بتجرجروش ابدا، بالعكس دائما وابدا ضبط النفس ضبط النفس ضبط النفس وقوة في ايه في المواجهة. من هنا جاء التفكير الشيطاني، طب ايه اللي ممكن يبوظ الليلة، مين الادوات اللي ممكن نشتغل بيها؟ اهم حاجة في هذا التوقيت هي مباراة كرة القدم، خصوصا ان المجلس العسكري ما كانش عنده من سوء النية انه او من الخوف انه يلغي الكورة. الناس اللي ما تعرفوش ان الدوري اكتمل في هذا الموسم، وده الموسم اللي الزمالك كان فارق على الاهلي بعدد كبير جدا من النقاط، ثم جه مانويل جوزيه وفاز بالدوري على نادي الزمالك لو تفتكروا. طيب فالناس حبوا ان الحياة تستمر، الجامعة شغالة ما فيهاش مشاكل خالص، الكورة شغالة ما فيهاش مشاكل خالص، في مظاهرات بتنزل في ميدان التحرير، في مظاهرات مش عارف فين، في مظاهرات فين، الناس بتتعامل بالحسنة الشديدة جدا جدا جدا، والتبعات قوية، وبدأ بقى ايه رواج الاخوان 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 الاخوان، بدأ التصاعد الرهيب جدا. الناس عملوا انتخابات مجلس شعب بمنتهى النزاهة، عملوا الاستفتاء على الدستور بمنتهى النزاهة، عملوا انتخابات الشورى، وماشيين 100 فل و14، يعني بقدر الامكان زي ما وعدوا بالظبط بينفذوا اللي طلعوا وعدوا بيه في اول يوم بينفذوه ماشي، بس بياخدوا شعبية. وبالتالي لو نزل منهم مرشح لرئاسة الجمهورية او حد في منصب تنفيذي هيبقى هو الاكثر شعبية، وهو اللي يقدر يتولى زمام الامور في البلاد. تفتكروا المشير طنطاوي نزل في مناسبة، نزل ببدلة مناسبة رايح فرح فلبس بدلة، والراجل كان بيمشي على رجليه مش خايف من حد يعني، فلقطوا له الصورة وراحوا يا عيني كم من الهجوم، ايه اللي منزله بالبدلة؟ الراجل رايح فرح هيروح بالبدلة العسكرية؟ ما هو في النهاية اب وزوج واخ ورجل مجامل زي اي حد يعني، لكن الناس قال لك لا. فبدأت بقى القصة والحملة، فطلع الراجل قال لك ده تمهيد لترشح نفسه لرئاسة الجمهورية، راجعوا الشريط ده بداية انه هيترشح لرئاسة الجمهورية،
فطلع الراجل قالك انا مش هترشح لرئاسة الجمهورية. بدأت الناس قالت لك ليه ما يترشحش لرئاسة الجمهورية؟ بدأت الدنيا تعلى، بدأت التوني يعلى، ده ممكن يجي رئيس جمهورية واحنا حلمنا نبقى احنا اصحاب البلد واحنا اللي نمسك البلد واحنا اللي نحكم البلد واحنا نبقى الرئيس من عندنا ورئيس الوزراء من عندنا ورئيس مجلس الشعب من عندنا وكل مفاصل الدولة في ايدينا. راجعوا الشريط تمام. طيب نعمل ايه؟ عملوا كذا محاولة لم تنجح. جات محاولة بقى مهمة وهي محاولة كرة القدم. بدأت بشوية مباريات كده صغيرة، جمهور كان قليل، تم احتواء الموقف، بدأت الامور تتصاعد شوية لحد ما كان عندنا مباراتين همتين. كل ده على فكرة كنا واحنا بنقترب من الانتخابات الرئاسية، كانت مباراة الاهلي والمصري في بورسعيد ثم مباراة الاهلي والزمالك في القاهرة. فبدأ المخطط وبدأت حرب الفيسبوك الغير عادية، هات كفنك كنت جاي، لا انا هعمل فيك، لا انت اللي هتعمل فيا، لا لا لا. لما نرجع بالذاكرة لليوم نفسه، انا كنت يوميها بالليل كان عندي ضيفي الزميل العزيز طارق رضوان المذيع المتميز في قناة النيل للرياضة، وابدنا احنا الاثنين تخوفنا من المباراة وحتى قلنا ما تتأجل المباراة، واتصلنا باللواء عصام سمك اللي كان يا عيني لسه ماسك مدير امن بقالوش اربع او خمس ايام، يعني ما لحقش لا يخطط ولا يتآمر، ما المؤامره دي بيبقى لها فتره يعني، فالراجل ما كانش يكمل اسبوع عشان يخطط ويتآمر ويعمل خطه ما كانش ينفع. يا فندم قال لا ده احنا مجهزين ورود والناس والقصه والناس ما تعرفوش ان اللواء عصام سمك ده اهلاوي جدا، اهلاوي جدا 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 كمان يعني، والاهلي هيجي مبسوط والمصري هيبقى مبسوط وان شاء الله ما فيش مشاكل خالص. و الجيش تنبه برضو، راح منزل الولاد بره بورسعيد ب30 كيلو. الاول حاولوا يلغوا الرحلة، الاهلي كان عامل رحلة عامل 10 اتوبيسات، الاولاد راحوا يوم المباراة الصبح ما لقوش الاتوبيسات، راحوا جارين مجموعة منهم على محطة السكة الحديد وعطلوا قيام القطر، عطلوا القطر، ساعتها كانت الدنيا متدربكه لحد ما راحوا الباقيين وركبوا القطر، وكنتوا انتوا شفتوا المشاهد اللي كانت موجوده في القطر هم بيغنوا وبيرقصوا هم رايحين بورسعيد. الجيش قابلهم 30 كيلو او 40 كيلو بره بورسعيد وراح شرح لهم الموقف والصعوبه، مش عايزين ازمات مش عايزين مشاكل، وراح واخدهم في اتوبيسات من عنده وراح مدخل لهم المدرجات بعد ما حاول بقدر الامكان يعطلهم، صرخوا يا عيني ولازم نروح رايحين لقدرهم لقضاهم. ففي الاخر الجيش اللي ركبهم عربيات وراح موديهم الى المدرج فول ستوب. لو الجيش او الدولة او الشرطة عايزة تعمل مؤامرة كان عندهم حاجتين، حاجة في القطر وهم رايحين عمل اجرامي واحد من بره واحد من جوه وقصه وحدوته ويترتب لها بشكل كويس ويبقى متركز على العربيه دي ويموت اللي يموت، او الاتوبيسات دي تتقلب او تتعرض لعمليه ويتقال عليها اي حاجه طالما شغل بقى جيش وشرطه. لكن الجيش يتكفل ناخد الولاد معززين مكرمين حتى هذه اللحظه ويدخلهم الاستاد في بورسعيد وادخل جوه ويقعدوا في مكانه، خلي بالكو ان القتل لم يحدث الا عقب المباراة، وتفضل قاعد 90 دقيقة محدش يقترب منك، فين المؤامرة على الاقل اللي من الشرطة او من الجيش بالعقل كده؟ انا بتكلم كلام بالعقل، الناس لازم تحسبه وتعيه. انت في معيتي من ساعة ما خرجت من القاهرة ونزلتك قبلها ب30-40 كيلو وخدتك في اتوبيساتي ودخلتك وصلتك لمدرجك وقعدتك هناك واتوبيساتي مستنياك عشان توصلك بعد ما تمشي، ادي الرحلة، ادي الرحلة اللي بدأت بالاهازيج والافراح والفانة الحمراء وانتهت بمأساة هي الاصعب والاعنف في تاريخ الرياضة والكرة المصرية، ادي الرحلة. ما هو ممكن هنا كده حضرتك يبقى عمل ارهابي في وسط الولاد ما موجودين كده وهم في وسط ما بتحشروا في القطر كده
وتقوم جاي عمل عمل ارهابي هنا ويموت لك 40 50 70 90 100 واحد، ولا حد يقدر يقول لك جيش ولا شرطة ولا امن ولا اي حاجة من الحاجات دي. صح؟ طبعا صح. وصل الولاد الى بورسعيد ودخلوا متأخرين شوية لبورسعيد، نزلوا في مكان بدري زي ما قلت لحضراتكم، والناس خدوهم وفي العربيات وتفضلوا وبكل الاحترام اللي خلقه ربنا في حماية الجيش اهو، اتفضلوا هم والشرطة هم وركبوا العربيات، ويا ولاد احنا خايفين عليكم. ركزوا في الكلام اللي انا بقول عليه لانه ده مهم جدا. انا مش محامي بس انا محلل رياضي. تعالى ادي الاتوبيس ده اكتمل، تعالى ادي الاتوبيس ده اكتمل، تعالى ادي الاتوبيس ده اكتمل، وخدوهم ووصلوهم لحد الملعب. دي التفاصيل، مش دول بتوع القوات المسلحة؟ واعتقد البلط اللي جنبهم ده من الشرطة. وادي الولاد واقفين، وادي بداية الرحلة، وادي جنود القوات المسلحة. اين المؤامرة؟ فين مؤامرة الجيش او الشرطة هنا؟ عشان الناس تبقى عارفة، لازم الناس تحسبها وتعيها. والولاد واقفين اهم في طوابير، والاتوبيس واقف او القطر واقف في حتة بعيدة تماما، وكل ده ليه؟ خايفين عليهم، مش عايزين حد الله يقدر يحصل له حاجة. واللي انتوا شايفين دول كلهم رتب ما بين عقيد وعميد وغيره، وقال له ولاد اتفضل، ادي عربيات قوات مسلحة هتوصلك لحد الملعب، عربيات مرفق النقل الداخلي، خش بطبلتك وخش زي ما انت عايز اهم. رتبة اعتقد ده لواء من لواء القوات المسلحة. وادي حراسة كاملة من الامن، وادي الطبل، وتفضل ومفيش ادنى مشكلة، محدش حتى كلم واحد بصوت عالي. لازم تراجعوا الشرايط دي، لازم تراجعوا الشرايط دي اللي بالكوفية الفلسطينية. ادي رجال شرطة، وقبلهم رجال قوات مسلحة، وادي حماية من الشرطة العسكرية، وادي ولادنا بيركبوا في امان تام اهو. اللي عايز يقول لي في مؤامرة من الشرطة او من الجيش يديني دليل على انه اللي حصل ده كان مؤامرة. ما انا كنت هنا خدته في ملقف وحتة مقطوعة ولا حد شايفني، وكنت عملت اللي انا عايزه ولا حد شافه. اللي بيصور ده كان كمان اتضرب ومات وخلصت القصة والحدوتة. بصوا حضراتكو، كل ده حماية من القوات المسلحة، كل ده، والعيال يعني في امن وامان. سيبك من تحفظاتنا على بعض قادتهم وركبوا ده في الاتوبيس وعمالين يغنوا للنادي الاهلي كله. هنا حد حضراتكو هو بيتفرج، حد شايف فيه هنا كده مؤامرة؟ يعني الاستقبال ده والتأمين ده والاتوبيسات دي والتأمين لحد ما تدخل الملعب والمباراة تنتهي على خير، والمباراة الحكم اطلق صفارة النهاية في الدقيقة 90، هو اللي عايز يعمل مؤامرة يعملها على الملأ امام مسمع ومرأة من الملايين، ولا في خن كده وخلص؟ حد يقول لي، حد يفهمني، حد يوضح لي. اهم وصلوا قدام الاستاد جماعات، اعداد كبيرة جدا، والتانيين مستنينهم فوق، وتفضل ادخلوها يا سيدي بسلام، ودخلوا المدرج. طبعا المشكلة في الابواب الصغيرة دي، ودي حقيقة تذكرها بعدين. وولاد صغيرين هنا بقى، يعني كان فيهم انس وكان فيهم كريم وكان كل ده. في حد هنا تصدى او في حد هنا تعرض او في حد هنا عمل مشكلة؟ لازم تاخدوا الشريط ده وتدرسوه او تدرسوه او تعرفوا تفاصيله ايه. انا لا بدافع على شرطة ولا على جيش ولا ماليش دعوة، وانا مش شغلتي ان انا دافع عنهم، عندهم اللي دافع عنهم، عندهم اللي دافع عنهم اللي احسن مني 100 مرة. لكن ده اللي قدامكم ده حضراتكم يؤكد انه مفيش مؤامرة، وانا هنا بخاطب اولياء الامور. فين المؤامرة اللي موجودة هنا؟ فين نوع المؤامرة من الجيش او من الشرطة؟ كانوا عجنوهم في المكان ده وخدوهم ادوهم علقة موت ورجعوهم، ودول اللي جم متأخرين شوية واتضرب عليهم اظن طبطين او حاجة، وهم داخلين باتوبيسات برضو. وادخل يا باشا لحد الملعب، وادي المدرج، وادي الولاد بدأوا يدخلوا المدرج وبدأوا ياخدوا اماكنهم، وهتلاقوا قوات من الشرطة معاهم جنبهم بتحميهم في البداية. كل دي البدايات، ادي الاتوبيسات، وادي الناس مأمناهم، وادي اتفضلوا، كان في طوبتين ثلاثة اهو، عربية امن مركزي وراهم بتحميهم، بتحميهم مش بتقتلهم. يا جماعة اذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل. اهو كلها اتوبيسات، كلها داخلة، كلها بورسعيد.
فين الشعب البورسعيدي هنا اللي عمل مؤامرة عشان يقتل العيال دي؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ هم دول بقى الاربعة خمس. عد ادي بص اهو اهو يضرب الاتوبيس. كمل 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 اهو اهو حتى كان هيقع وبعدين جري جبان جري خلاص. خمسة ستة عشرة خمستاشر وايه طوبة ولا طوبتين وده الاساسي بتاعنا. الطوب ده الاساسي بتاعنا. لازم تعيدوا دراسة الصور دي والفيديوهات دي. ثم دخلوا الى الملعب ثم هتافات ثم غناء ثم حماية من الشرطة وحماية هتلاقي من القوات المسلحة قدام حضراتكم هم. وكان في تشكيلات قدامهم اكثر من ان تعد وان تحصى. والمدرج اتملى وبدأت هتافاتهم وحركاتهم وتشجيعاتهم اللي موجودة ووقوفهم ورا ناديهم. وادي فرد شرطة معرفش اذا كان عسكري ولا امين شرطة ولا ايه واقف اهو ولا في حاجة خالص. اللي ما معاه عصاية اللي ما معاه عصاية. الشرايط دي بتاعتهم على فكرة. الشرايط دي انا جايب من الالترس مش جايب من حتة تانية. لازم الملف ده يتفتح بقوة تاني. لازم تلك اللي كان لابس كوفية فلسطينية واللي لابس مش عارف ايه كلهم طبعا يغلب عليهم اللون الاحمر علم ناديهم والشرطة على يمينهم وعلى شمالهم حمياهم ومأمناهم واللي بيصور لا للتعصب كلنا مصريين مصري واهلي روح واحدة. حلو جميل زي الفل. اهو وادي الشعارات بتاعت الالترس. وادي العساكر الطيبين واقفين هم. دول منظر عساكر رايحين يقتلوا ولا يموتوا. وادي تشجيعات الالترس. لازم تدرسوا الشرايط دي. لازم تعرفوا القصة شكلها ايه. ولازم الولاد المغيبين من دول يعرفوا القصة شكلها ايه. والعيال التانيين روس الحية اللي موجودين اللي بيسخنوهم على بلدهم على المجلس العسكري لانه حصلت الحادثة. راح المشير طنطاوي يستقبل البعثة وبعضا من الجسس. ابو تريكة قال لك رفض مصافحة المشير طنطاوي وبدأت المشكلة. لانه ابو تريكة ليه من الجماهيرية ما يعني ايه. فده اداهم رسالة انه دول المسؤولين بتوع المجلس العسكري هم المسؤولين. وبدأت بقى الحوارات في الصحف والجرائد والقنوات وكانت ساعتها على البحري انه المجلس العسكري وان الشرطة والمؤامرة زي ما كان بيتقال على ميدان التحرير والقتل والقصة والحدوتة. زي ما كان بيتقال بالظبط. صح ولا انا غلطان؟ لو انا غلطان وانا هفتح التليفونات لكل الاراء عشان الناس تتكلم والناس تقول. هل دول منظر حد متربص بيهم رايح يموتهم واخدهم لكمين؟ هل دول لو المباراة انتهت وكانت البوابة اتفتحت بالعادي وده بقى الخطأ المهني اللي نقول عليه انه البوابة تتفتح ازاي؟ ان الاولاد يخلوا المدرجات ازاي؟ عارفين اللي قاعد في المدرجات اتضرب. اللي نزل جري على الباب يعني هو اللي مات. اقدار واعمار. ولو كان فين كان هو اجل ووقته كده. لو نايم على سريره كان هيموت هو اجل ووقته كده. شماريخ والصواريخ وطريقتهم وحاجاتهم ولي 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 ولي. هل في حد من بتوع الامن اللي واقفين قدامهم دول تدخل هنا قال له انت ما تولعش؟ بالعكس. لحد ما ظهرت اللافتة المسيئة بلد البالة ما جابتش رجالة. شافها بعض المجانين التانيين المتطرفين هناك بلد البلا. اسأل حيالة ده بيضرب وبيشتم في بلدنا. لازم العيال دي نقدبوهم. اجري يلا عليهم. ادي القصة باختصار. اجري يلا. بلد البلا ما جابتش رجالة قصده علينا على بورسعيد على بلدنا. انت هتسيبوهم؟ والله ما نسيبوهم. يلا يلا اجري يلا. طبعا زي ما انت شايفين كلهم عيال صغيرين بق وخلاص. فلقوا الناس جري عليهم راحوا جاريين اتدقلجوا فوق بعض راحوا على الباب. ناس بيفتحوا الباب. الباب وقع يعني على المجموعة الاكبر. ماتوا بالخنق. ادي القصة باختصار. دول مش منظر ناس حد بيتأمر عليهم خالص خالص. لكن القصة المؤامرة اكبر. المؤامرة انه احنا عايزين نخلص على شعبية المجلس العسكري واحنا عايزين نحكم احنا البلد. فنقدر نعمل ايه علشان نخلص على شعبية المجلس العسكري اللي موجودة هناك؟ نستخدم مين؟ نلعب بايه؟ الدنيا تمشي ازاي؟ بالله عليكم باللي انتوا شايفينه ده. ده منظر حد بيتربص بحد او ده منظر حد عايز يموت حد؟ مستحيل مستحيل. القصة انه كيف نستخدم ده في انه اخلص على الجيش. انا خلصت على الشرطة اخلص على الجيش واخد البلد بقى ايه متشفية كده. بالنسبة لي متشفية حلوة على ايديا كده زي الفل.
جميلة مرحراحة مريحة، وهذا مكان ممكن يكون زارع له 5 6 10 20 عيال من البلطجية والصيع، وساعتها بقى يعني بتوع الوطن دول اللي اتهموهم كانوا مستخبيين، مش عارف قالوا الحسين ابو قمر، وقالوا مش عارف جمال مين، وقالوا جمال مين، وانا برضو تصديت هنا في عز ما الحملة عليهم ايه، وجبت الحسيني على التليفون واظهرت الحقيقة من فضل المولى عز وجل، رغم ان اكرم الشاعر ده اللي عيط مجلس الشعب، انا كنت اول مسمار دقيته في النعش انا لما جبت اكرم الشاعر وهو بيبكي مصر كلها على ابن مصعب اللي كان بيتعالج في المانيا وبسم الله ما شاء الله، ثم لما جبته بيقولك 1 2 3 وفي 72 واحد مقتول، وادي الهرج الحابل بالنابل، العيال جريوا البلطجية اللي الموجودين من هناك، ودول جريوا يعني من المدرجات لما لقوا دول جايين عليهم، اللي طالع بكرسي واللي طالع، خلي بالكم اللي طالع بكرسي ممكن واحد طالع بيحمي نفسه وواحد طالع ماسك كرسي عشان يضرب، وبدا التدافع، بدا العيال شايفين دول جايين عليهم بداوا ينزلوا جري، نزلوا اتدحرجوا على بعض في الطرقه، الباب اترمى عليهم، وقع العيال عيني، ماتوا واحد ورا الثاني، وحصل القتل الجماعي، حصلت مذبحة القتل الجماعي. بعتذر لكل ام وكل اب، انا بوريه المشاهد دي تاني لكن كان لازم اوريها له عشان الناس تبقى عارفة. القصة كانت اكبر من انه تقول لي عيل ولا لا لا لا، ده القصة واحد بيبص لبعيد عايز زي ما انهى الشرطة بينهي على الجيش ياخد البلد متشفية بالنسبة له. ما تتعبوش قلبكو، مفيش مؤامرة، مفيش مؤامرة، مفيش حد تربص بحد، في شوية بلطجية، في شوية صيع جايين مع شوية عيال بيحبوا ناديهم قوي يا عيني، عمالين يتنططوا ويغنوا، مع شوية عيال قالوا لهم ما تقلقوش ما تخافوش، وأول ما ده حصل راحوا هم جارين، فدول واجهوا مصيرهم. وأنا آسف وأنا هقول كلمة يعني والله مش ما بقولش حاجة، اللي قعد في المدرج ما حصلوش حاجة، اللي نزل على الملعب ما حصلوش حاجة، اللي راح على الباب وقع عليه مات. لازم يتعاد فتح الملف ده تاني بحياديه، ولازم اولياء الامور يجوا، وهفضل اقول شيخ الازهر ورئيس الوزراء والناس تيجي، ادي البدايه النزول، ده ما بين الشوطين النزول، وضرب صواريخ وضرب شماريخ وضرب براتيش ولا بيسموه ايه انا ما اعرفش بيسموه ايه، ادي ده باراشوتات، ايه ده، ادي ده ما قدروش يروحوا وامنوهم وحموهم، وخناقه والشرطه واقفه والشرطه بتمنع، والالترس المصري بيمنع المتهورين ان هم يطلعوا، وادي الامن اهو تاني، امنع يا ابني امنع يا حبيبي، وادي الشماريخ اللي قلنا عليها، وادي الباراشوتات اللي قلنا عليها، وادي الصواريخ، وادي كل ده، وقال حاطين يافطه محمود الخطيب شفاك الله وعفاك. طيب اللي كان يعني ليه دور كبير جدا في هذه القضيه كان سياده المستشار حازم بدوي، كان رئيس لجنه التظلمات في الاتحاد المصري في ذلك الوقت، معايا على الهاتف دلوقتي. مساء الخير يا سياده المستشار. مساء الخير يا كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، الله يخليك يا كابتن شوبير. انا الاوان ان احنا نعيد فتح هذا الملف بهدوء يا فندم ونحقق فيه كده بتروي حتى نصل الى الحقيقه. ولا يا كابتن شوبير، انا طبعا انا كنت متابع البرنامج بتاع حضرتك. نعم. وانا برضو كنت عايز اكد على الكلام اللي حضرتك قلته. التحقيقات اللي اجرتها سواء النيابه العامه او التحقيقات اللي احنا عملناها في لجنه التظلمات من الناحيه الرياضيه، نعم، لم تثبت نهائي وجود اي مؤامره سواء من جيش او من شرطه. ده الكلام ده طبعا بعيده مع الصحه تماما، الكلام ده نهائي. يعني التصور اللي حصل حتى في الحكم اللي كان الاولاني، اللي كان الحكم بتاع المستشار صبحي عبد الحكيم الاولاني، اللي مش اكتر من تعصب، مش اكتر من تعصب. حضرتك يا كابتن شوبير والساده المشاهدين، كان المستشار صبحي عبد المجيد يا فندم. نعم، المستشار صبحي عبد الحكيم، عبد المجيد، عبد المجيد مظبوط. نعم، اتفضل. لو تفتكر ان قبل المباراه الماساويه دي بحوالي سنه تقريبا، كان في مباراه بين الاهلي والمصري، وكانت في بورسعيد. نعم. وكانت الالتراس تقريبا طلعوا على محطه القطر، وكان في شويه تلفيات في المحطه لو تفتكر حاجه زي كده، كسروا عربيات وكسروا محلات. مظبوط. نعم. الكلام ده كان قبل الماتش ده بسنه. المباراه بقى لما جت المباراه دي برضو كان في تحذيرات يا جماعه من اللي حصل قبل كده، ومجموعات انا مش عايز اقول الالتراس
الثلاث روابط بتوع الالتراس المصري باجمعهم لا هو مجموعه من الالتراس للاسف بيخش مجموعه جوه الجماهير وبتبقى عايزه عنف فهو ده اللي حصل وكانوا ادمروا طبعا في انفسهم اللي حصل قبل كده من سنه وحصل بقى المشكله اللي حصلت والجماهير واللي حصل لكن حتى الشرطه يعني انا عايز اقول حتى الشرطه اللي حصل يعني لو كان في تقصير هننسب لهم تقصير لان المحكمه نسبت لهم تقصير وفي احكام برضو من الاعداد الكبيره والموضوع اللي حصل فجاه برضو لكن عمليه ان في مؤامره سواء جيش او شرطه انا بستبعدها تماما سواء تحقيقات هنا ناحيه رياضيه او حتى تحقيقات النيابه العامه اثبت ما فيش اي حاجه بل بالعكس زي ما حضرتك بتقول لو كان في مؤامره ولا حاجه ما كانش الناس نزلوا قبل القطر القطر نزلوه في محطه خاصه وجابوهم وفي حراسه وكده الكلام ده بعيد تماما ان الشرطه او الجيش يكون ليها اي يد في الموضوع على الرغم ان حضرتك اصدرت حكم قاسي يا فندم مش الناحيه انا عايز اقول انه الاحكام بيبقى يعني بتبقى اوراق حضرتك بتبص بس عليها من الجانب الرياضي يعني انا على الجانب الرياضي طبعا الجانب الرياضي هو مسؤوليه النادي المضيف عن المباراه دي طبعا دي لوائح موجوده سواء لوائح محليه او دوليه ان النادي المضيف هو المسؤول عن المباراه حتى لو مش في ملعبه كابتن شوبير حتى لو مش في ملعبه بيلعب بره ملعبه ما دام هو النادي المضيف هو اللي مسؤول عشان كده كانت القرارات اللي طلعت قاسيه ده صحيح طيب فندم هل يعني المأساة دي كانت هتحدث وانا كنت بقول انه كان الاهلي والمصري ان لم تخن الذاكره كان يوم الاحد وبعدها بخمس ايام كان اهلي وزمالك كان وصلنا من التعصب الى الدرجه اللي كانت ممكن تحدث مأساة اكبر في استاد القاهره في الاهلي والزمالك يا فندم والله يا كابتن شوبير موضوع التعصب ده اتفتح من مده طويله للاسف ومحدش عمل فيه اي حاجه يعني احنا للاسف يا كابتن شوبير عمالين نتكلم وفي دوري جاي وفي دوري من مجموعه واحده ولسه محدش فتح ولا عمل اي حاجه كله كلام ناس هتروح ناس هتيجي لكن ولا حاجه حصلت لازم يا كابتن شوبير لازم الاول قبل ما نعمل دوري ونقول يا جماعه في دوري مجموعه واحده اقعد مع الروابط دي انا لازم اقعد مع الروابط دي سواء الاهلي سواء انا بتكلم على كل الانديه الجماهيريه لازم ودلوقتي في اعضاء مجلس اداره القانون الجديد اعضاء مجلس اداره تحت السن اعضاء مجلس اداره تحت السن دلوقتي كابتن شوبير انا عايز اعرف دورهم ايه ولا حاجه اذا كان في كل مجلس اداره كابتن شوبير وحضرتك اعلم بيبقى المكتب التنفيذي اللي هو الرئيس والنايب وكان مدير امين الصندوق او كده انا عايز الاعضاء الشباب دي تنزل تقعد اعضاء مجلس اداره الشباب تقعد مع رابطه الارض لازم رابطه الارض كابتن شوبير يبقى فيه تواصل بينها وبين مجلس الاداره ابقى عارف مين اللي هيقعد مين اللي المدرج ده بيبقى مسؤول منه مين لكن اللي بيحصل ده وفي دوري جاي ودوري اقل من شهر زي ما بيقولوا في دوري مجموعه واحده وما فيش اي حاجه حصلت في موضوع التعصب في كل الانديه الجماهيريه مش طيب سيادتك بتؤكد انه من خلال تحقيقاتك ومن خلال تحقيقات النيابه انه ثبت انه لا يوجد دور لا للشرطه ولا للقوات المسلحه فيما حدث في الملعب يا فندم لكن تبرر بايه الاحكام المغلظه اللي يعني اتحطت حتى على بعض من رجال الشرطه ما انا بقول يا كابتن شوبير موضوع القوات المسلحه نهائي القوات المسلحه ما فيش اي تمام. حاجه بالنسبه خلاص ده تمام بنتكلم على الشرطه بقى بالنسبه للشرطه كابتن شوبير ما فيش اي احنا مش عايزين نقول بقى ايه حاجه بقصد لكن في اهمال جوه الاهمال يعني الاهمال الاهمال بتوصل ما هي جنايه عشان كده في عقوبات جت على بعض رجال الشرطه ولكن ما فيش قصد انا مش عايز اقول ما فيش قصد من رجال الشرطه في حاجه حصلت بل بالعكس ده كان ليهم اسبوع عمال يامنوا ويعملوا في الملعب ويامنوا حوالين الملعب والدرجات لكن المفاجاه والعدد الرهيب اللي نزل ده هو اللي عمل الموضوع ده وعمل وخلى رجال الشرطه ما برضه يعني الناس هيعملوا ايه ما انت لما تبص تلاقي نازل الالاف اللي نزلت نعم لازم هيبقى فيه اهمال من رجال الشرطه وده اللي خلى فيه احكام ضد بعض رجال الشرطه اشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار حازم بدوي خليني اكمل معاكم الصوره
هنا المصري متقدم، المباراة دي تفتكروا انتهت 3-1، الاهلي اظن كان متقدم 1-0 والمصري تعادل ثم سجل ثم سجل ثم سجل في النهاية الهدف اللي شفتوه لعبد الله سيسيه. الجماهير نزلت طبعا، كنا ساعتها في فوضى 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 لا تتخيلوها. ناس نزلت، رجال الامن قاعدين من العساكر والضباط واقفين، وايضا حماية مرة اخرى. طبعا جو ما كان يجب ان يتم اقامة المباراة فيه على الاطلاق، جو كان مشحون للغاية. لكن كل ده اللي انتوا بتشوفوه ده لقطات من المدرجات للجماهير، هدف بيحتفل به لاعبو النادي المصري، بيجوبوا الملعب، الاعلام، مورد، اللي عايز ينزل الملعب ينزل، اللي عايز ينزل التراك ينزل، اللي عايز يبوس لعيب يبوس لعيب، اللي عايز يزق لعيب يزق لعيب، ما في مشكلة ما في مشكلة. كل ده حضراتكم شايفينه. ادي حارس مرمى النادي الاهلي اظن شريف اكرامي، وادي بعضا من الجماهير، وادي المدرجات المشتعله سواء فرحا او غضبا. اللقطات اللي جبتها لكم من شويه او اللي جات لكم شويه مش انا مصورها، ده دول بقى كانوا بعض كبهات النادي الاهلي، 3 عبدينيو وادريس ومعاهم حد كمان، دول كانوا قبل ما المباراه تنتهي، لانه الاهلي كان تقريبا كان الاهلي خسران 2-1، ودي كانت ده حضراتكم والمباراه شغاله. دول بيضربوا عبدينيو وادريس بيضربوا على جمهور النادي المصري، وجمهور المصري ما كانش بيعمل حاجه في الوقت ده غير انه بيحتفل بفوز فريقه او بتقدم فريقه، لان النتيجه ساعتها كانت 2-1. وجمهور المصري لو الكاميرا تفتح يا رب يكون المشهد موجود، بصوا حضراتكم ما بيبصش غير على فريقه، لانه كان عبد الله سيسي بيسجل الهدف الثالث في هذا التوقيت، وكان بيحتفل وبيرقص ويغني. طبعا في فوضى فوضى فوضى، ده خلي بالكم ده بعد المباراه، لسه ده بعد المباراه. لو نرجع للصوره اللي قبلها تاني عشان تعرفوا انه طوال مده 90 دقيقه والوقت بدل الضائع مفيش مشكله ما بين الشوطين، نزلت بعد الجماهير العبيطه المتعصبه الهبله، والواد اللي نزل قلع ده الواد بتاع اوضه اللبس وبتاع الشاي، قالوا لي بعد كده نزل زي المجنون. بصوا حضراتكم اهي، ده مع صفاره النهايه، ده مع صفارة النهاية. لعبت النادي الاهلي بيطلعوا، لقوا الجمهور بدأ يجوا، بدأوا يخرجوا بيجروا بيخرجوا بيجروا، وهم على فكرة الجمهور ما كانش رايح يضرب، يعني هو الجمهور رايح يحتفل، وبعدين لقوا كام عيل جايين من المدرجات الدرجة المقابلة لجمهور النادي الاهلي، وبدأوا يعني يجروا على المدرجات، على مدرجات النادي الاهلي. الامن عدده ما يسمحش، بدأوا اللي كانوا موجودين قدام النادي المصري، مدرجات النادي المصري، بدأوا يجوا قدام مدرجات النادي الاهلي، العدد بقى زيادة جدا، اقتحموا الامن، اقتحموا المدرج كمان. وارجع اقول لكم، اللي قاعد في المدرج خد له قلمين وشلوتين وخلاص. خلي بالكم دي سياسة القطيع، دي سياسة القطيع. حتى ابراهيم حسن اهو مشكورا، ده لاعب من النادي الاهلي تم الاعتداء عليه. ابراهيم حسن الحقيقة اللي دخل وخده ومشي بيه الحقيقة، هو اللي انقذه. هنا بقى جه بقى شوية المجانين من الجماهير المتخلفين المتطرفين اللي يعني اللي لازم يحاكموا. لكن بصوا حضراتكم سياسة قطيع، اجري هنا. بصوا حضراتكم محدش شايف ولا حد عارف دول رايحين فين، والامن هناك خلاص اصبح لا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. فطبعا لو انت عيل صغير 15 سنة 16 سنة 17 سنة 20 سنة حتى شايف ده، غصب عنك بتجري. المنزل ضيق، الباب مقفول، عيالي عيني بتحاول تزق الباب من واحد الضابط الباشا بقى اللي كان موجود هناك، ده اللي اتحاكم، قفل الباب ومشي، يعني راح يشرب شاي ولا يشرب له سجاره ولا يعمل مش عارف ايه، فالباب وقع، فالولاد ماتوا. في تعصب في تعصب، في مدانين في مدانين، في اهمال في اهمال، طبعا طبعا في اهمال بعض الضباط، في اهمال بعض الضباط، مش عايزه كلام، 2-3-4 مهملين ومقصرين. الامن خلاص ما بقاش لا حول ولا قوه، هيعمل ايه؟ العيال المتعصبين اللي نزلوا اللي عملوا ده بعد ضرب باراشوتات وبعد ضرب شماريخ وبعد 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 لحد ما وصلنا للمظهر اللي احنا موجودين فيه، اللي احنا مش عارفين نخرج منه. هو ده، بصوا حضراتكم دي شراره، دي شراره، ده عبدينيو، ده ابو شعره، ده عبدينيو، بس خلي بال حضراتكم هو اللي بيقودهم لحد دلوقتي الراجل، وتمام التمام، وبيكتب على الصفحه وبيعمل بيانات وبيعمل كل شيء، ومفيش مشكله خالص ولا في مشكله خالص يعني. وراس الحيه الاصلي رجع له كمان، قلت لكم 100 مره واحد ما بيفوقش يعني، بس مش هقول اسماء احتراما لابوه يعني. ادي قصه لازم تعيدوا فتح الملف تاني،
سيبكم من الهيصة والسنة السودة اللي احنا عشناها، عيشوا بقى سنوات بيضة. افتحوا الملف بجد، افتحوا الملف بنظافة. حتى سيادة المستشار حازم بدوي قال لك لا، لم يثبت اي تقصير لا من الشرطة ولا من الجيش. وعيدوا تاني من بداية الرحلة من القاهرة الى بورسعيد، الى الاتوبيسات، الى الوصول الى بورسعيد، الى دخول الملعب، الى التأمين في الملعب، الى نهاية المباراة. انتوا عارفين لو دول مثلا مشوا قبل ما المباراة بتخلص بخمس دقايق وكنا بنعمل كده زمان ولا حاجة. يلا يا ابني انت، هو احنا اتغلبنا ولا كسبنا ولا اي حاجة، يلا ناخد نفسنا ونمشي. وكان جمهور المصري موجود في الملعب، كانش حد موت حد. لكن هو عمر وهو قضاء. انا المرة دي بخاطب الجميع. انه قريت مقال حلو قوي النهاردة الاستاذ شوقي حامد في الكرة والملاعب، وراجل تناول فيه المداخلة اللي بيني وبينه، وهو يعلم ان بحترمه قد ايه وبقدره قد ايه. وهو بيقول ان انا رافض موضوع الحوار، وانا بأكد له ان انا رافض موضوع الحوار، لان احنا عملنا مليون طريقة للحوار. لكن ما بقولش لا بطش ولا قمع ولا ضرب ولا، انا بقول قانون، بقول يد القانون. وهو رجل قوات مسلحة، وهو رجل عسكري، وبالتالي انا بقول يد القانون. كانت رخوة، كانت صلبة، كانت قوية، كانت عنيفة، كانت ضعيفة، القانون بالقانون. تم اول امس الافراج عن بتوع الوايت نايتس، وبالقانون النهاردة تم تجديد حبسهم 15 يوم. الغوا قرار محكمة الجنح والاستئناف اي حبسهم 15 يوم اللي اقتحموا نادي الزمالك، وفي سبعة ولا ثمانية منهم هربانين، اللي مش عارف قالوا لي في مرسى مطروح، واللي مستخبي فين، واللي مستخبي فين، وهكذا، اللي كانوا عاملين فيها ابطال زمانهم يعني. فبالتالي بقول القانون، القانون يطبق على من ارتكب مجزرة بورسعيد ايا كان منه، والقانون يطبق على من حرق اتحاد الكرة، والقانون يطبق على من حرق نادي ضباط الشرطة، والقانون يطبق على من اقتحم وروع اعضاء نادي الزمالك واعتدى على الناس بالمطاوي وبالاسلحة البيضاء وبالشماريخ وحتى باطلاق الزخيرة والخرطوش، والقانون يطبق على من اقتحم النادي الاهلي من قبل، والقانون يطبق على اللي عمل لنا مشكلة في اسكندرية من قبل. قانون في كل الدنيا كده، قانون الدنيا بتمشي. انا مش جايب حاجة من عندي. اللقطات اللي انا جبتها لكم الاولانيه دي، دي من صفحاتهم هم، دي من اوراقهم هم. وده اكبر دليل انه مفيش حد محترم تآمر، لا جيش ولا شرطه. شوفوا مين اللي عمل الفيلم ده. وانا برجع بقول تاني بخبرتي الضعيفه جدا، كان المقصود في هذا التوقيت اضعاف المجلس العسكري، تشويه صورته، لانه كان خلص على الشرطه ويخلص على الجيش، تبقى البلد بتاعتنا يا باشا نعمل اللي احنا عايزينه بقى، ننزل مدينة نولع ونحرق ونخلي ونسوي. تاني عشان تشوفوا وفي الاعادة افادة، تشوفوا الدنيا شكلها ايه والقصة شكلها ايه. ارجو ان الصورة تكون واضحة، وارجو ان الرؤية تكون واضحة حتى الاولاد بتوع الالترس. على فكرة بيجي لهم كلمات كتيرة جدا جدا منهم، يريد تصدق احنا مصدقينك. قال لهم طب ما بتعملوش حاجة ليه؟ يقولوا اصل احنا بصراحه ما بنقدرش نقول لهم لا. بيخوفوهم عبدنيو وراس الحيه ومش عارف مين، بيخوفوهم وكرشه والحاجات دي، بيخوفوهم بيرعبوهم. فالولاد يعني بترعبوا منهم، بيخافوا منهم، بيترعشوا منهم. انا ما بدافعش عن بورسعيد، عندهم ما شاء الله اللي دافع عنهم اكتر مني 100 مره. ولا بدافع عن ولادنا، ولا بدافع عن جيش، ولا بدافع عن شرطة. انا بدافع عن حق، انا بدافع عن حقيقة. الناس كلها دافسة دماغها، والحقيقة انا حضرت ده النهاردة بس انا وعظيمة ووليد عبد السلام، لانه بعد ما تابعت المحاكمة وتابعت المرافعة وشفت الصور، لا لازم نعيد تفكيرنا من جديد. انتوا اذا كنتوا عايزين تعملوا مصالحة في المجتمع ده، لازم القضايا الشائكة اللي زي دي تتفتح بصراحة، افتح تاني واعمل لها استوديوهات تحليلية، افتح وقول واسمع. ارجو ان ده يتم وان ده يوصل يعني. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندي قضية مهمة جدا، قضية المديونية اللي بيقولوا على قناة سي بي سي للنادي الاهلي، وقضية كمان لجنة الاندية، وهفتح تليفوناتكم بدري النهاردة، لانه عايز اسمع رأيكم. وانتقدونا احنا شخصيا، قولوا كل كلامنا ده كلام فارغ، وهاتوا ادلة ومستندات تانية، ما عنديش مشكلة خالص خالص. قولوا يمكن احنا بنقوله ده احنا اجتهدنا، قد نخطئ وقد نصيب، اذا اصبنا لنا اجران، اذا اخطانا فلنا اجر، لانه اقسم بالله ما لناش مقرب ولا هدف سوى فقط الصالح العام، وسوى انهاء حاله الخصومه وحاله الجدل، والحاله انه
حاولوا يعملوا صراع ما بين الشرطة والشعب ونجحوا فيه لمدة 3 سنوات ونصف إلى أن ظهرت الحقيقة جلية. ظهرت تماما، بانت من خلال محامين نصحين شاطرين وناس كمان عرفوا يعرضوا وجهة نظرهم بشكل جيد بعيدا عن فساد السياسي. تاني عشان يبقى قصتي واضحة، قتل ما قتلوش، فساد سياسي كان موجود عشان نبقى متفقين على ده. فحاولت بقدر الامكان ان انا اظهر حقيقة، وارجو رجاء حار من زملائي الاعلاميين انه يظهروا، يحاولوا هما كمان. اذا كلنا اشتغلنا في اتجاه واحد لصالح البلد لصالح الوطن هننجح. زميلنا خالد الغندور لما عمل مبادرة للمصالحة ما بين الاعلاميين كنت انا اول واحد معاه وبتبناها وبجري عشان عايزين نتصالح، وقعدنا فترة طويلة جدا بشكل جيد يعني، ولا حد ما رغم بعض التجاوزات من البعض لكن الى حد ما على الاقل ما بقاش في ترشح ما بين الاعلاميين وبعضهم البعض، وحتى لما حد بيشتم حد التاني بيطنش وبيسكت وخلاص، لان مش هنفضل ننادي بحاجات واحنا اكتر ناس بنعمل عكسها. ارجو ان الكلام ده قدام الناس، وارجو ان الكلام ده يبقى واضح، وارجو ان الناس تتحرك، مش القصة كلها بابا وماما والحكومة. ومرة تانية وتالتة وعشرة ومحدش بيرد عليه ومحدش هيرد، بس مش هيقس فضيلة شيخ الازهر، السيد رئيس مجلس الوزراء، السادة الكبار مطالبين ان يجيبوا اولياء الامور بتوع الولايات دول ويقعدوا يتكلموا معاهم ويقعدوا يحكوا لهم ويقعدوا لهم يشرحوا لهم ويقولوا لهم من الناحية الدينية وما فيش عيب ابدا في موضوع الدية. هتقولي الدولة دفعت، ما فيش ما يمنع، قر المرة دي حكم عرفي زي ما حصل في اسوان ما بين الدبودية والهلالية. هفضل اقول انا ما بيأس، ولو الدولة كلها ما بتسمعش انا ما بيأس وبسمع صوتي، وارجو ان يكون صوت حق او صوت عدل باذن الله عز وجل. هروح لفصل وارجع لحضراتكم على طول.